مرحبا بكم جديد، مواصلين مع ملفات الحقائق بالنسبة لليلة، وباش نمشيو للمرة هذه للقيروان، وين باش نحكيو على قصة شابة باللي صار فيها والانعكاس نتاعو على عائلتها وعلى المنطقة بصفة عامة. لغز كان في الأول، قبل ما نبداو نتبينوا خيوط هذا اللغز، نحكيو على شابة اسمها شيمة سميعي، 13 سنة، هي أصيلة ولاية القيروان. لسوء الحظ بنت 13 سنة باش تتلقى ميتة في هذا المكان، في واحدة من الزيتونات اللي تشوفوا فيهم في هذه المنطقة، باش تتلقى هنا بالضبط. شيمة مخنوق اللي حب يظهر وأنها عملية انتحار بين ظفرين، مش باش ينجح ياسر في هذه العملية، خاطر الصورة اللي كانت فيها متاع مستحيل تكون عملت حاجة في روحها، وإنما حصلت فيها جريمة. بأي ذنب قتلت شيمة؟ تقرير حذامي البجاوي. يلوج عليها أخوها في كل بلاصة ما لقاهش، فركس عليها في ثنية للمفروض تروح منها لدارهم، لكنها ما فمش وما ليها حتى أثر. شكون هي الطفلة هذي؟ شنو حكايتها؟ وشنو ينجم يكون صار لها؟ القروين لهنا في المنطقة هذي تسكن شيمة مع عائلتها. شيمة سميعي 13 سنة، تلميذة أصيلة ولاية القيروان. تحكي لي كل شيء، تأخذ رأي وتحكي لي كل شيء، تخبي علي حتى شيء. هذا عيق، لا تكلمتها تكلمك، ما كلمتهاش ما تكلمكش. صغيرة ولا مرينا لها شيء تقرأ وتروح لدار. صار واحدة في دارنا، معناتها قريت العش أبوها، ما عندناش معاها حتى مشكلة، فهمتي؟ مسكينة زوالية تحشم، تكلميها تحشم، ما ترجعش عليك الكلمة أصلا. الاثنين 1 أفريل 2024، الحال حال رمضان، 8 متاع الصباح خرجت شيمة باش تمشي تقرأ. قرابة كيلومتر بين دارهم والمدرسة اللي تقرأ فيها، مسافة تمشيها شيمة كل يوم على ساقيها. في النهار هذا خرجت شيمة في الوقت، وفي الثنية شافتها قريبتها وهي متعدية من الطريق هذا. أي صباح تعدت ونيا وراها وهي تمشي قدامي، متغطية بشاربة خضرة ومحفظتها فوق ظهرها وتمشي ومتلفتة غادي. لكن الغريب ماضي ثلاثة وشيمة مازالت ما روحتش. الأم بدت تتحير، خاصة إنه بنتها مش من عوايدها طبطة. الفطار تروح ما ثلاث، وفي رمضان والت تروح ما دي ساعتين. باهي ماضي ساعتين جيت وقعدت في الزيتون هذا غادي كينا وتكتفت، ما نجمتش فهمتي نقولها شبيها، ما جيتش ماضي ساعتين كما جيتش، قعدت نتحير عليها. حيرتها باش تزيد كيف جيت الخمسة متاع العشية وشيمة مازالت ما روحتش. وين تنجم تكون مشيت؟ وعليش التوى ما رجعتش للدار؟ أقل من ساعتين على ذين وشقان الفطر. أم شيمة ما عادش تنجم تصبر. تو ما ثلاثة أختك تو ما روحت. برا عايش ولدي، مشيت فقدها في الثنية، شوفها تعرضها يعيش ولدي. هذيك علاش؟ باش تطلب من ولدها يخرج يشوف أخته بحذا المدرسة ويلوج عليها. قلت لولدي برا مشي شوف، برا أمشي للمدرسة. فما شكون قال لي راي تلعب؟ قلت له لا مستحيل مشي تلعب. لكن دقائق قليلة وتسمع ناجية صيح ولدها في الشارع، يستنجد بها ويعلمها أنه لقى شيمة تحت شجرة زيتون، كتبها مفرتة، كرتابتها مطيشة، وهي مخنوقة بفولارتها ما تتحركش وفاقت الوعي. شاف الطريق اللي تروح منه هي، لقيها مخنوقة. وأهالي المنطقة تلموا وتأكدوا أنه شيمة فارقت الحياة وعلموا الوحدات الأمنية. نلقوها ميتة لهنا، تقرأ نلقوها ميتة لهنا، مضروبة نلقوها مطيشة لهنا تحت الزيتونة، مخنوقة ومضروبة عينها زرق، نلقوها مطيشة لهنا، جينا جارة ونلقيها لهنا.
أهالي المنطقة شكوا أنه شيماء قررت تنهي حياتها وانتحرت، خاصة أنه الأهالي تفكروا اللي خوها وبوها سبقوا وتوفيوا منتحرين. لقاها مكبوبة وربطينا بمحرمة مكبوبة مضروبة زرقة بالدم، ربطينها من كرومتها وربطينها في الزيتون مربوطة. لكن المعاينات الأولية للجثة باش تكشف إنها متعرضة للتعنيف قبل وفاتها، وإنه عندها كدمات كبيرة على مستوى الوجه والبطن. كتبها وأدواتها اللي تلقات مفرطة محطوطة بطريقة منظمة تدل إنه فما شكون حطهم، بالإضافة لأثار أكثر من زوز ساقين تم اكتشافهم قريب من مكان العثور على الجثة، وهذا يدل أنه شيماء ما كانتش وحدها في المكان هذا. أدلة باش يلغيوا فرضية انتحار شيماء، والأبحاث في جريمة قتل باش تنطلق. الشكوك باش تتوجه لخو شيماء عزيز كما باش نسميوه، بما أنه هو أول شخص اكتشف جثة أخته. فهل فعلاً عزيز ينجم يكون قتل أخته وعليش؟ عزيز الخو يأكد أنه ما عنده حتى علاقة بوفاة أخته. سوايع بعد وقوع الجريمة باش يتم اكتشاف مفاجأة باش تبدل سير الأبحاث وتغير المعطيات. شهادة باش توصل للأمن، وهي أن واحد من أولاد المنطقة قبل اكتشاف جثة شيماء كان ماشي جاي قريب من مسرح الجريمة مربوث وخايف، وكأنه يعس على حاجة ولا يستنى في شكون. فما شكون قال لي راني ريت الفلان هذاك راهو جاي يضبضب ويمشي ويجي، وناس سارحة وناس سارحة وكل شيء قاعد يضبضب. السيد هذا هو سليم، أصيل ولاية القيروان. سليم اللي أول ما باش يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معاه باش ينكر ارتكابه للجريمة. فهل فعلا عنده علاقة بالحادثة ولا تواجده قريب من مسرح الجريمة كان مجرد صدفة؟ خلال التحقيق معه تمت معاينة أثار خدوش على وجه سليم وبدنه، هذاك علاش باش يعترف أنه هو اللي قتل شيماء. حذامي لو كان ناخذ فكرة توا على التوقيت اللي قاعدين نحكيوا عليها على هذه العملية، لأنه هي الحقيقة ملي خرجت الصباح دارهم ما يعرفوش عليها، قرات ما قراتش، وهذا مهم لتحديد زمن حصول الجريمة. بالفعل حمزة، الثابت عنا اللي شيماء مشيت تقرا 8 دخلت في الوقت، وهذه تأكدنا خلال تحقيقنا في الموضوع وتحولنا للقيروان، دخلت تقرا 8 وخرجت مع ماضي ساعتين متاع القيلب بما أنه توقيت رمضان. ماضي ساعتين كيف خرجت كيف المدرسين متاعها ملاحظوش عليها إنها فما شكون خوفها وهي داخلة، ولا كانت حالتها عادية ما كانتش خايفة، روحت مع أصحابها في الثنية تفرقوا وقعدت كملت المسلك الفلاحي وحدها. تلقات مع الخمسة متاع العشية، معناتها عنا 3 سوية نحكيوا عليهم اللي صارت فيهم جريمة القتل. مش نفهموا أكثر وين صارت حمزة، لأنه هي منطقة فلاحية. هذه الدار كما تشوفوا، هذه دار شيماء، هذيك دار هذية المسلك الفلاحي اللي تمشيه شيماء، واللي هو تقريبا خلينا نقولوا المسافة نحكيوا على كيلومتر وإلا أكثر شوية من كيلومتر بين دارها وبين المدرسة اللي تقرأ فيها. لكن شيماء تلقات تحت شجرة زيتون مخنوقة بفولارة في الثانية هذية اللي تشوفوا فيها، اللي هي ماهيش من المسلك الفلاحي، ماهيش من الثنية اللي متعودة تمشي فيها. والمسافة حمزة تبعد تقريبا 600 متر على دارها. واضح في هذا المكان سيتم العثور عليها. عرفنا إذن كيفاش، يبقى أنه نعرفوا علاش وقع القضاء على بنت 13 سنة بهذه الصفة. شنو علاقته بها وعلاش ينجم يكون قتلها؟ سليم يأكد أنه يعرف الضحية معرفة سطحية بما أنهم أولاد نفس المنطقة. ونهار الحادثة كملت شيماء القراية مع ماضي ساعتين وشدت ثنية المرواح. كيف وصلت لشطر الثنية تعديت بجنب أرض عائلة سليم. طيب نقولك ويدك بخلص نتعدى من الأرض متاعكم وين تحب تتعدى، فطلب منها باش ما عادش تتعدى من هنا بما أنه سبق وصار خلاف
بين سليم واخوات شيماء كيف تعدى من أرضهم مدة التالي. هذاك علاش باش يصير خلاف بين شيماء وسليم باش يخليه يعتدي عليها ويضربها. ورغم إنها حاولت تدافع على روحها إلا إنها حسب ما يقول سليم فقدت الوعي نتيجة تعنيفه لها. خاف وما عرفش شنو يعمل. هذيك علاش قعد يكركر فيها لسينيا قريبة من دارهم وحطها تحت شجرة زيتون. وهوني جات فكرة الإهام بانتحارها بما أنه أقاربها سبق وانتحروا. عارفة مروحة وحدها تلميذ شاب هكا وتلميذ شاب هكا وعارفة ويعرفها وقتاش تروح ويعرفها المسرب متاحة والبلاصة والوقت متاحة. حب قاعد يقانص فيها ليه برشا هو في مخه قاعد يقانص فيها. فرتلها الكتب متاحة طيشلها كرتبتها وخنقها بالفولارة اللي كانت لبستها وقعد قريب من مكان وقوع الجريمة توقع انه هكا باش يبعد الشكوك حوله. لكن ما كانش يتصور انه هذا باش يكون اول الخيط للوصول ليه. عائلة شيماء يأكدوا انه ما صارش خلاف سابق مع سليم كما ذكر هو. السيد هذا يا جارنا جيريان يعني احنا وياه ما عندناش حتى موضوع بيني وبينه. فهل باش تكون هذه الرواية النهائية للي صار نهار الواقع؟ بما انه تلقاه في كراسة شيماء قلب حب وحروف اسم سليم وشيماء. فهل هي اللي كتبتهم قبل وفاتها ولا سليم ينجم يكون كتبهم؟ لكن الغريب سليم ينفي انه عنده حتى علاقة بالضحية. الواحد يقول ماذا به ما يتفكرش خيره قسم اذا تفكري جدي تجوز بخاطر هي صغيره خاطفت من عيله فهمتي وهي حبوها اصغر واحده تاخذ الراي حشي ما اقسم بالله. في انتظار التقارير الفنيه اللي صارت على الخط والتقارير الطبيه اللي باش تكشف اكثر تفاصيل الحادثه هذه وملابساتها. جريمة لغز تطرح أكثر من تساؤل ورغم أنه مبدئياً تم التوصل للفاعل في الجريمة هذه إلا أنه دوافعها مازالت غامضة. هذا للأسف اللي صار لشيماء هذه البنت الشابة اللي بأي ذنب كما كنتوا تسمعوا ما فما حتى معطيات إلى حد الآن في هذا الموضوع رغم أنه على الأقل مبدئيا تم التوصل لمن هو الفاعل في انتظار التأكيد. احنا ماشيين إلى رابع ملفاتنا بالنسبة لليلة باش نرجعوا اليوم لتاريخ طويل جدا لهذه الأرض تاريخ حكام هذه الأرض حكام تونس. قديش عددهم منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم؟ من كان أبرزهم إيجاباً وسلباً؟ هذا اللي جاوبوا عليه مع ضيف الحقائق. من حكم هذه البلاد اللي كان اسمها إفريقيا قبل ما تولي تونس وخاصة من الفتح العربي الإسلامي إلى العهد الجمهوري؟ قديش عنا من واحد نجم نسميه غازي فاتح والي أمير خليفة سلطان ثائر داي باي رئيس؟ هذوما الكل في كتاب موسوعي مرجعي عملوا عليهم الأستاذ عبد الوهاب جمل الدبلوماسي السابق اللي عنده غرام كبير بالتاريخ. يصدر هذا الكتاب حكام إفريقيا وتونس من الفتح العربي الإسلامي إلى العهد الجمهوري. أستاذ عبد الوهاب مساء الخير مرحبا بك. بارك فيك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية دعوتنا. قلت كتاب مرجعي يعني نحكي فقط من ناحية الحجم نحكي على 650 صفحة يجوب فيهم عبد الوهاب جمل على من حكم هذه الأرض من الفتح الإسلامي حتى آخر رئيس يظهر لي الباجي قايد سبسي اللي اختمت به هذا الكتاب. أولاً لماذا عمل بهذا النوع وهذا الحجم سعد وهاب جمل؟ أين تكمن الأهمية متاعه؟
والله لا اهميه هو لانه الانسان ينجم يتسائل. انت بديت في حديثك تتسائل شكون حكم البلاد. وي ما ثماش على حسب معلوماتي المتواضعه ما ثماش مرجع يعطيك دفعه واحده شكون حكم البلاد هذه من وقت معين الى يوم الناس هذا. وي هذه السؤال تسالته انا واردت الاجابه عليه باش ما نخبيش عليك. ما كما يقولوا بالفرنسويه جني با انفونتي في لا كوبي لو بور. انا اقتديت باحمد بن ابي ضياف في الموسوعه اللي عملها وشفت التسلسل نتاعو. تبقى بطبيعه الحال هو في زمانه هو ما ثمش مراجع كبيره ما ثمش كتب كبيره برشا ما ثمش كذا ثم وصل لحد عهد السادة قباي وبعد الفتره هذيك ما ثمش. تسالت السؤال هذايا وحاولت نجاوب عليه بالطريقه اللي قدمتها انت. وهو كذلك وطريقه اولا الكتابه ممتعه دون اطاله ممله الحقيقه. كل شخصيه يحكي عليها عبد الوهاب جمل بطريقه اللي تخليك تتعرف عليها تتعرف على عصرها تتعرف على البلاد وقتها كيفاش كانت. من هنا خليني نبدا خاطر حكينا حتى هذا شويه تحضيرا لهذه الحلقه سي عبد الوهاب. يقولوا حكام افريقيا وتونس. تونس اللي نحكيوا عليهم مش بالضروره تونس اللي نعرفوها اليوم. هذه الأرض اللي نحكي عليها عن أي أرض نتحدث الساعة كيف نقوله حكام هذه الأرض من منذ الفتح العربي الإسلامي. نتحدث على إفريقية بتشديد الياء. أي إفريقية وتونس اللي هي شو تمثل أو إفريقية فقط. إفريقية هي بكامل السرعة تونس الحالية. أي مع جزء من الجزائر من شرق الجزائر من غرب الجزائر وجزء من شرق ليبيا. هو حتى التعريف بها قال حد أفريقية قال هذا ياقوت الحموي أي صاحب معجم البلدان يقول حد أفريقية من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا وعرضها من البحر إلى رمال الصحراء التي في أول بلاد السودان. والسودان مش معناتها السودان اللي عاصمته الخرطوم. السودان هي ما نسميها احنا ما وراء الصحراء. يعني بلدان افريقيا جنوب الصحراء. وافريقيا هي الاسم هذا عرفوه كثير من المؤرخين. ثم شكون عطاه تعريف سلبي وثم يقولها جات من فرق يفرقوا افريقيا وهي تفرق بين شيئين او بين شخصين. وثم شكون عطاه مفهوم إيجابي يقول تفرق بين شخصين أو بين وضعين وما يفرق في غالب الأحيان يكون إيجابي ويكون موفق بين هذا وذاك. وأفريقيا هي أعطت اسمها للقارة الإفريقية اللي هي أفريقيا. تسميتها الأولى عند في العهود السابقة جت من تونس وتونس ولات اسمها إفريقية. اسمها إفريقية وهو كذا. هذه الأرض فيما يتعلق بالمنصب توا تعريف جميل عجبني وانت تقدمه في الكتاب. اليوم نسميهم رؤساء. الحاكم اليوم في تونس هو الرئيس وقبل كان الباي ولكن اسماء عده كانت قبل ذلك. سي عبد الوهاب بالفعل هما شوف علاش ذكرتهم انا في العنوان الكلي ان ثم مسميات كاين يرتب هي اما تختلف من سلاله الى اخرى وتختلف من فتره الى اخرى. اول ما بدا يولي عندنا ما يمكن أن نسميه بين معاقفين رئيس دولة هو الولات اللي جاءوا في عهد عثمان بن عفان. أول واحد جاء هنا هو أخوه في الرضاعة اسمه عبد الله بن أبي سرح ابن سعد بن أبي سرح أخوه في الرضاعة هو ولي وتلوه وتبعوه بعده تقريبا 31 ولي داولوا على الحكم في تونس. ساعات فترات متقطعة ما فيها حتى حضور متاع سلطة تمثل الخلافة الراشدة لأسباب الخلافات اللي صارت وقتها في كزمان هذاك وخاصة الفتنة الكبرى والفتنة الكبرى اللي صاروا. وبعد الولات واحد آخر واحد من الولات اسمه العكي ما قامش بالواجب كما ينبغي وناداه الخليفة العباسي اللي كان هو السلطة المركزية على تونس الخليفة العباسي هارون الرشيد المشهور ناداه وقال له أنت مهمتك وفات في تونس وعين في بقعته والي من ولات متاعه في منطقة اسمها الزاب في جنوب الجزائر اسمه إبراهيم بن الأغلب. إبراهيم بن الأغلب قبل المهمة كوالي أما قال له شرط نحب نكون أمير ونحب تكون الحكم في وراثي في السلاله نتاعي في العائله نتاعي. خذا الحكم وانتصب امير وبقى قرن وتسعة سنوات يحكم في تونس.
دائما تحت رعاية السلطة المركزية في بغداد اللي هي وقتها السلطة العباسية. العباسية الخلافة، ولكن ولا هو أمير. ولا أمير. وقتها ولا الأمراء. نعم سيدي. ثم مش يجيون الخلفاء. أمراء هم 11 أمير. بعد جاءهم بعدهم بعد الـ بعد الـ بعد الأغالبة جاءوا الفاطميين اللي هم 4 خلفاء. بالضبط. عبيد الله المهدي. ولده القائم، ولده منصور، وبعده المعز لدين الله الفاطمي. هذا بقاو 4، ما بقاوش مدة طويلة، بقاو بالضبط 62-63 سنة في تونس، من 909 ل 972. وبعد غادروا ومشاو للقاهرة، كانت حم بعد نرجعوا سبب مشينا من القاهرة. بعدهم هما رجعنا للأمراء، بما أن الأخراني فيهم اللي هو المعز لدين الله الفاطمي أعطى مقاليد الحكم لرئيس قبيلة صنهاجة اللي هو بولوكين يوسف بن زيري، هو بو العائلة أو القبيلة الصنهاجية، أعطاه الحكم على أساس أنه مش يبقى تابعه، يمشي هو للقاهرة ينتصب خليفة في قلب العالم العربي الإسلامي بين معاقفين قلبه جغرافيا في الأكثرية، خاصة القاهرة أقرب لهم للجناحين متاع المنطقة، وهو الزيريين وبولوكين يوسف بن زيري يبقى هنا ممثل عليهم هو والي تبعهم. وبعد تطور الأمور بعد مدة معينة، معز آخر ما اسمه معز المعز بن باديس الصنهاجي عمل انفصل على الخلافة الفاطمية وحب يستقل بتونس، وكانت تبعاتها كانت حب بعد حين نرجعوا لها. أتى ونرجعوا لها إذا كان باش تعتبرها من ربما فترات معينة في تونس نحب نسألك عليها، لكن باش يجيو إذا السلاطين الثائرون الدايات البيات ووصولا إلى الرؤساء. لو كان نعملوا على هذا الكتاب يا جماعة، يحكي لكم على 1375 سنة من تاريخ هذه البلاد. 1375 سنة، ما هو عدد حكام تونس على هذه الفترة سي عبد الوهاب؟ 127. 127 حاكم. حاكم راهو لازم ناخذوها بحذر الكلمة. أي حاكم عندها المقصود به هو رئيس دولة أو ما يسمى بالدولة أو شبه الدولة التونسية. لأن السؤال اللي يجب أن يتطرح هو كانتش عندنا دولة، كانتش في تونس تم الدولة تستحق المسمى هذا. السؤال يتطلب شيء من التحليل. كان تسمح نقول أنه من المنظور هذا ومن الزاوية هذه تونس مرت بثلاثة مراحل أو عاشت ثلاثة وضعيات مختلفة. أي. فترة دامت مقطعة، ما هيش فترة مع بعض مسترسلة. 9 قرون كاملة في تبعية لسلطة مركزية خارج تونس. 9 قرون على 14 سنة. 9 قرون على 14 اللي فيهم بداية بالخلفاء الخلافة الراشدة، وبعد الأمويين، وبعد العباسيين، وبعدهم الفاطميين نفسهم وقت اللي مشوا القاهرة وقعدنا تابعينهم، وبعد بطبيعة إسطنبول الأتراك. مدة معينة تو نرجو. يعني هنا كنا ولاية ضمن خلافة، ولاية إمارة بلا. كل مرة تربطنا كيفية. تربطنا بالسلطة بما يسمى السلطة المركزية بعد الرابطات اللي فيها معنى السلطة المباشرة، وفيها معنى أكثرها معنى سلطة غير مباشرة. كاين هي رمزية في بعض الحالات. هكي قاعدة 900 سنة. 900 بهالبقية 900 سنة. وبعد تعدينا مدة ثم تقريبا 4 قرون ونصف تجم تقول وقتها الدولة التونسية موجودة. شكونهم هذوما؟ ما هماش مسترسلين 4 قرون ونصف. عندك 3 قرون ونصف في العهد الحفصي. الحفصيين وقت اللي جاوا لتونس ما عادوش كانوا في الأول، في قعدوا 20 سنة تقريبا تابعين مراكش، السلطة اللي موجودة في مراكش تابعينها، وبعد انفصلوا على تونس ولات دولة قائمة الذات. وفي فترة أخرى العهد الفاطمي اللي كنا نتحدث عليه، الفاطميين زادا انفردوا بالسلطة وما يرجعوا وما يخضعوا لحتى سلطة خارج الحدود التونسية. وثم سنة في العهد 63 سنة في العهد الجمهوري هذوكم اللي احنا عايشين تويقة، وثم 15 سنة انصحت العبارة نتاع أولاد بلاد حكموا اللي هم ثوار، 4 ثوار في عهد الولات وثائر في العهد الحفصي، حكموا 15 سنة. لكن الطريف في الأمر هو أنه السلالات اللي انفردوا بالحكم في تونس في شكل
استقالة وعندهم سيادة وطنية كاملة. أي. ما هماش أولاد بلاد الحفصيين، ما هماش أولاد بلاد، جاءوا من المغرب. بالضبط. الفاطميين جاءوا من الشرق بعد ما تعدوا للمغرب. أي. الوحيدين اللي هم أولاد البلاد هم النظام الجمهوري، الجمهورية أولاد بلاد بأتم معنى الكلمة. شوف دونك بحيث جملة على ال 14 قرن كاملين، 9 قرون وإحنا في تبعية، 4 قرون ونص، وثم 76 سنة في معناتها فقدنا فيها تماما وجودنا كدولة، كدولة. وفقدنا فيها تماما وجودنا في هذه فترة يلزمنا نذكرها الناس كل، وقت الاستعمار النورماني 12 سنة، والاستعمار الموحدي 47 سنة، وفترة البشوات الأتراك وقت اللي جاءوا الأتراك في عام 1574 نصبوا هنا بشوات بقوا في الحكم 17 سنة. فك 17 سنة هذوكم تونس تعتبر ولاية عثمانية، غير أنها بعيدة جغرافيا عن الباب العالي وعن إسطنبول. واضح. نعرف أن العملية صعبة سي عبد الوهاب، ولكن نعمل على حسك هذا التحليلي في هال 129 حاكم كي نحسبوا توا بعد المرحوم باجي قايد سبسي، نحسبوا الرؤساء اللي جاوا بعده، ولي عنا 129 حاكم فيهم الكل، هذوما الكل من كان الأفضل؟ هو الدراسة اختصرت على 127 يعني. أي. انتهت في عهد باجي قايد سبسي حيث حطوا على 127. الأفضل قلت لك كل سلالة وكل فترة فيها واحد أفضل من غيره. أي. أنا حسب اعتقادي وحسب ما نسمعه من هنا ومن هنا، ثم ثلاثة أربع أسماء يبرزوا في السلالة الكل بدون أن تميز السلالة هذه عن السلالة الأخرى. أي. عندك إبراهيم من الأغلب. أي. اللي كون الدولة الأغلبية واللي أعطاه ذاتية للدولة التونسية، واللي بدأ يخلق النواة الأولى متاع دولة تونسية. عندك عقبة بن نافع قبله. أي. اللي بطبيعة الحالة ذاك اللي جاء هنا وبن القيروان واستقر، وكان أول والي يقرر الاستقرار في تونس. وقته زاد هو ثم حسان بن النعمان اللي عمل الكثير، وثم موسى بن نصير اللي فتح الأندلس. هذه في السلالات القديمة. مع الحفصيين تقريبا الناس كل تجمع بأنه أبو زكريا الحفصي اللي هو مؤسس الدولة الحفصية، ما هوش رقم واحد فيها، أما هو اللي أسسها بأتم معنى الكلمة، وقعد بلقب أمير، ما حبش يولي سلطان إلا بعده وقت زوده المستنصر بالله الأول، رجع روحه سلطان أبو زكريا الحفصي. وثم تمر على السلالة الأخرى توصل حتى للحسينيين. أعتقد أنه في المراديين حمودة باشا باي المرادي أفضلهم الكل، وهو مؤسس الدولة رغم اللي بوه هو اللي يعتبر المؤسس متاحة، وحمودة باشا باي الحسيني اللي من جملة معمل هو أول من أرسى علاقات خارجية لتونس، علاقات قنصلية ودبلوماسية صحت العبارة ونضعها بين معاقفين مع البلدان المجاورة وبلدان المحيط. ثم هو حرص كثيرا على استقلال البلاد إزاء جيرانها وإزاء البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ما ننساوش المشير أحمد باشا باي اللي بنال أو بعث المدرسة، مدرسة باردو اللي تكونوا فيها برشا ضباط وتكونوا فيها برشا إطارات لما يسمى بالدولة التونسية، مع أنه يتهم بأنه أثقل كاهل الميزانية وتسبب ربما في الأزمة الاقتصادية اللي بعد المالية والاقتصادية اللي بعد ماشي تأدي بنا لما أدت إليه في عام 81. وبطبيعة الحال نختموها بمحمد الناصر بي ولده سيد المنصف، منصف بي اللي هو بي الشعب واللي كان وطني وبوه كان عنده جانب وطني لباس به، وخاتمة حسب اعتقادي المسك هو الرئيس الزعيم الحبيب بورقيبة. واضح. هذايا الاختيار متاع عبد الوهاب جمال. اختيار ربما أصعب شوية، من كان الأسوأ؟ هو سهل باش نجاوب عليه لأنه أسوأهم على الإطلاق. أي؟ هو مراد الثالث. أيوة. مراد بوبالة. أي حكينا عنه جماعة اللي قبلها. أي مراد بوبالة هذا آخر الأمراء، آخر المرادين، آخر البيات المرادين. أي أخي معنا أسوأ واحد. ومحمد صادق بي اللي معناتها حتى أخلاقيا كانت سيرته ما هيش طيبة، مسترابة،
وسلم في البلاد، عطاها سير بلاتو دور أكاد أقول للفرنسيين، ومن وقته هو انحدرت البلاد وفقدت، رغم اللي أنا ما نحطهاش في الفترة اللي فقدت فيها ذاتيتها الكاملة، باعتبار أن فرنسا أخذت بقعة الباب العالي، بقعة تركيا، ولات سلطة إشراف علينا احنا. احنا ديما نقول حماية، هو في حقيقة الأمر استعمار بأكمل معنى الكلمة، حيث محمد الصادق بيت من أسوأ حسب نقولها بكل جرأة. ربما وكأني حكمك عليه سياسي، حتى أنا قريت لك أنه حكيت على كثيرين اللي كان حكمهم دموي جدا، مثلا تمام إبراهيم بن الأغرب، إبراهيم الثاني بالضبط، أي إبراهيم الثاني كان دموي لبعد حد ما، هذاك من الأمراء اللي يخلق شيء من التناقض، لأنه بقدر ما هو دموي وسيرته ماهيش طيبة، بقدر ما إنجازاته الاقتصادية والمالية والنقدية في عهده هو كانت كبيرة ياسر، وقام بإصلاحات كبيرة، وبعد بين قوسين بعد رجع له شاهد العقال إن صح العبارة، وسلم الحكم لولده ومشى هاجر لإيطاليا من سيسيليا باش يقيم فيها باش يتوب على الشيء اللي عمله. وأمره في القصص اللي يحكيهم عليه أحمد بن أبي ضياف يعطي تفاصيل يقشعر منها البدن عندما تسمحها وعندما تقرأها على الأمور العنف، وعنده كيفاش حتى من جملة 40 من بناته جابتهم لأمه زعم هي فرحانة بهم، قالت له هذوما بناتك، هذه من الجارية الفلانية وهذه من الجارية الفلانية، هذه الكل قضى عليهم وآذن السياف متاعه باش يقضي عليهم الأربعين لكلهم. ثم كثير من المؤرخين يشكوا في هذه الرواية هذه، هو والتاريخ دائما يقعد تحت المجهر، بعض الحقائق ليست بحقائق. صحيح، وهو كذلك. باي، وانت عملت جملة من الإحصائيات عبد الوهاب جمال، إجمالا هالحكام هذوما كيف كانت نهاياتهم؟ هل إجمالا كانت نهايات عادية؟ هل كانت نهايات عنيفة؟ ريوسهم تقصت، تقاتلوا، ماتوا بالعمر، كيفاش كانت نهايات الحكام؟ شوف، أكثر من نصف الحكام، أي 66 حاكم، انتهت مهمتهم في ظروف عادية جدا، عادية وقت نقول عادية معناتها وفاة، ولا نهاية مهمة، نهاية شرعية، نهاية دستورية، وفات 66 واحد. 66. أما ثم 60 حاكم غادروا السلطة في ظروف عنيفة، 60 حاكم يدخل عنيفة يعني يتقتلوا، غادروا في لا عنيفة إيش معناتها؟ إطاحة بهم إثر انقلاب، أي اغتيال من قبل قريب أو بعيد من الحاكم المتحدث عنه، إعدام، فرار، أسر، وفاة إثر هزيمة وغيره. لكن اللي أدهى وأمر من كل هذا أنه ثم 8 تم اغتيالهم من قبل أحد المقربين منهم، بو ولا خو ولا ولد خو ولا حتى ولد خو، والأمثلة كثيرة. قلت لك أما ثم 8 معروفين منهم، مثلا حسين بن علي تركي باش ما نجدو كان هو، أما ثم غيره، هو حسين بن علي تركي مؤسس الدولة الحسينية اللي قتله هو ولد خوه، قتلوا بيدو حتى من جملة قال له تعمل فيها الشيء اللي باش تعمله أنا، وأنا طهرت ولدك في أبوك في حجري، قال له يا سيدي إن الحكم عقيم ولا شيء من هالقبيل، هذا حب يعذر معناتها ما ترجعش وما تزعزعش على موقفه مما سيصيب عمه. وأمثال كثيرة، مثلا سلالة، ثم حاجة مجهولة في تونس، أن سلالة عقبة بن نافع، أي سلالة عقبة بن نافع داولوا على الحكم، منهم 5 داولوا على الحكم، أكثرهم واحد قتل الآخر بعده هو بسنوات بطبيعة، بعد ما مشى عقبة وتوفى ومات على روحه في معركة في منطقة بعيدة، أحفاده اللي خذوا الحكم داولوا على الحكم بالقتل وبالفكان وبالدموية بصفة دموية، وبين الإخوة وأولاد العم. من كان صاحب أطول فترة حكم؟ أطول فترة حكم واحد من السلاطين الحفصيين، حكم مدة 53 سنة. 53 سنة المستنصر بالله. وكان طيب، معنا من السنة الأولى إلى السنة الأخيرة من حكمه كان مستقيم وكان إنجازاته كثيرة. أما الغريب في المقابلة أنه ثم واحد قعد 17 يوم رئيس الدولة. هذا أقصر فترة. أقصر فترة. 17 يوم. ونفسه حفصي كذلك. قعد 17 يوم، شو ما 17 يوم وبعدين مات بطبيعة الحال، قد يعني غادر الحكم بصفة عنيفة كيف اللي كنت نذكرهم. أما ثم 4 اللي عدوا فوق من 40 سنة، فما زوز من الصنهاجيين بو وفي جرته ولده مع بعضهم، واحد في جرة الآخر، إيش 90 سنة معناتها يكاد يكون قرن.
يكاد يكون قرن، هو معز وتميم ابن المعز، المعز وتميم ابن المعز حكموا مع بعضهم فوق من 90 سنة. واضح. عن هذه المعطيات ومعطيات أخرى هذا الكتاب الموسوعة كما قلت لكم عليه لعبد الوهاب جمل، حكام إفريقية وتونس من الفتح العربي الإسلامي إلى العهد الجمهوري. نشكرك كثيرا سي عبد الوهاب على كل ما أفدتنا به. شكرا سيدي. شكرا. الله يعطيك صح. شكرا. الله يخليك. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة والاهتمام. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية البرنامج. شكرا جزيلا بخضرة، شكرا حذامي، شكرا خليل، شكرا لكم سادة المشاهدين على حسن متابعتكم. ملتقانا في حلقة قادمة إن شاء الله. ريتكم زينة. سبحان الله خير.